خالد يا عامر نفي تعال 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 رجعوا كل واحد بيت العالم والناس لخطوا يلا رجعوا لك ابو شيال ابو شيال شو اسمه انت هذا هذول الشباب ما ايوه شيخ حميد اهلا 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 والله انا على الخط تحت شوي مازن معاك ها؟ مازن معاك مازن ليك وفوق ولا فوق كان معي نعم يلا روحي خزنا حقوق بسرور كفه شو بيعطينا مقدم مازن جنايه هلا 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 انا كان بدي مازن جنايه سويناها فيديو ها؟ طلعت 93 طلعت واحد لا برمي له طلقه عاليه خليه ينزل شوي 3-1 ارسل وتار العزاز وبين الدخان دخان دخان الجيش العربي السوري في منطقة مطار دير الزور العسكري. نحن الآن في منطقة المريعية. حاول المرتزقة من داعش الهجوم على المطار بعدة محاولات، وآخر هجوم على المطار العسكري كان منذ 3 أيام
بمعركة تحرير المطار من الجيش العربي السوري، لكن كان القدر ينتظرهم وهو التدمير والقتل وتعرضهم لخسائر جسيمة بالأرواح والعتاد. حاولوا الهجوم من عدة اتجاهات، منها باتجاه الزراعة المريعية، الحويجة، جفرة، على كافة الاتجاهات حاولوا يشغلوا القوات المدافعة عن منطقة دير الزور وخاصة عن المطار العسكري. قاموا بعمليات وهمية على اتجاهات أخرى وعملية رئيسية على اتجاه المطار العسكري. تكبدوا خسائر فادحة وبلغت خسائرهم في 3 أيام الماضية ما يزيد عن 500 قتيل، منهم سعوديون ما يزيد عن 6 سعوديين، ومنهم شيشان وتونسيين وأفغان. هذا هو الوضع كان حول مطار دير الزور العسكري، وقد تم تدمير كافة العناصر التي حاولت تدمير عتادهم وأسلحتهم بالكامل، وكانت خسائرهم كما قلنا سابقا جسيمة على هذا المحور. ونعد القيادة أن دير الزور ستبقى أبية وعصية عن الخرق، ومطار دير الزور إما بالشهادة أو النصر، وسنحقق النصر بإذن الله وتنتصر دير الزور والشعب السوري بالكامل. نحن الآن على أطراف مطار دير الزور، حاولت المجموعات الإرهابية من هنا الدخول عبر محاور مختلفة والهجوم على نقاط للجيش السوري، لكن استطاعت وحدات الجيش العربي السوري التصدي لها عبر ضربات موجهة استهدفت من خلالها أوكارهم وأوقعت العديد من المصابين. تحاول هذه المجموعات الدخول إلى المطار واستهدافها عبر القذائف الصاروخي والصواريخ المحلية الصنع، لكن الجيش السوري يحاول رصدهم والمتابعة من خلال رصد تحركاتهم ومنعهم من التقدم. كما تشاهدون العمليات العسكرية هنا مستمرة. نحن الآن نقوم بعمليات رصد للمسلحين والمجموعات الإرهابية التي حاولوا الهجوم على كافة المحاور وخاصة مطار دير الزور العسكري، ونحن بإذن الله صامدون ونعدهم بالخسائر القادمة الأكثر.